والله العظيم يا ستات، الراجل مننا مخلوق بسيط. انا القعده دي بالنسبه لي ممكن تفرفشني على الاخر وتخليني مبسوط لدرجه ما احسش بنفسي، ما اقومش من مكاني غير عشان اروح الحمام او افتح لبتاع الدليفري. نفسي الستات تفهم النقطه دي وحياتنا هتبقى زي الفل. اتغاضوا بقى عن شويه مشاكل بسيطه، يعني اننا ما نملاش ازاز الميه ونحطها في التلاجة، يعني التلاجة هتشتمنا، يعني ان احنا ما نفتكرش عيد جوازنا ولا اعياد ميلادكم ولا اعياد ميلاد اهاليكم، يعني اننا ما بنصلحش الحاجات اللي بتبوظ في البيت. الراجل مننا طالما بياخد معاه كيس الزباله وهو نازل يبقى عدى العيب، وغير كده شكليات، فمش لازم كل شوية يا حبيبي تعالى الحقني يا حبيبي تعالى الحقني. ولا سيد خالك أخوك.